اطار التنسيق المباشر بين المكتب الصحي والمنظمات بالتعاون مع منظمه سيما، تم الحديث وطرح كذا مشروع، من ضمنهم كان مشروع مدرسه التمريض في مدينه عفرين. طبعا احنا كنا بحاجه ماسه لموضوع التمريض والقباله، تواصلنا مع المنظمات والمشافي العامه، طلبنا منهم اسماء ذوي الخبره وغير حاصلين على الشهادات، كان في تعميم على وسائل التواصل الاجتماعي يسجلوا في المكتب الصحي في مجلس عفرين المحلي. ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع النوعيه التي تقام في الداخل السوري، يقوم المشروع بتقديم 100 طالب وطالبه. عدد الذين تقدموا إلى هذه الدورة وهذه المدرسة عدد كبير جدا، طبعا تم اختيارهم وفق مقابلات. هذا التدريب رح يوفر مجموعة من الأهداف، الهدف الأول والأساسي أنه هو إطفاء الشرعية على هؤلاء الطلاب الذين يمتلكون خبرات ولكن لا يمتلكون الشهادة التي تخولهم للعمل ضمن صفة شرعية. المستفيد سيحصل على الخدمة الطبية من قبل كادر مختص تدرب لمدة 12 شهر وفق كورسات طبية معترفة وكورسات طبية مختصة، بالإضافة إلى دكاترة مختصين في هذا المجال. الشهادة ستصدر عن مديرية التربية، ستكون موثقة، بالإضافة ستكون مصدقة من قبل المديرية ومعترف فيها بإذن الله. هذه الشهادة إن شاء الله ستكون معترفة في الداخل السوري، بالإضافة ستكون معترفة في الداخل التركي. هلا بالنسبه لتجربه الاونلاين، الحضور عن طريق الاونلاين هي تجربه كثير ناجحه بالاخص هلا بظروف كورونا، ولكن العقبه اللي عم تواجهنا هي بعض المواد مثل التشريح الوصفي او الفيزيولوجيا لابد من الحضور الفيزيائي. فالمشكورين الاساتذه المتعاونين معنا بهي المساله عم يجاوبون على اغلب الاسئله بالاخص عن المجموعات العامه. المساله نحن ان شاء الله عم نحاول نتجاوزها بحضورنا على الاونلاين، ومستقبلا بس يصير حضور فيزيائي ان شاء الله منعوض ان شاء الله ببعض الاسئله عن النقاط اللي غير مفهومه خلال التدريب. صارت يعني امورنا اكاديميه اكثر، يعني عم تتعامل بشكل اكاديمي اكثر مع الامر اللي امامك او المشكله اللي امامك. يعني كنت انت مثلا بدي افتح انا قسطره او قسطره بوليه مثلا، في شيء اسمه قياسات، في شيء اسمه هي عدد ايام يعني، وشغلات يعني نظريه هي اكدت لي هذا الامر واعطتني ثقافه اعلى بهذا الامر. كان كثير شيء رائع يعني، وكثير اساتذه كانوا يعني انه ممتازين. بالنهايه بدي اتشكر جمعيه عبد الله نور الخيريه سبارك سيما، وبدي اشكر جميع الاساتذه اللي تعبوا معنا، وان شاء الله بكون قدر المستطاع عن حسن ظنكم.